التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026. أكد مدبولي على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة العديد من القيود فيما يتعلق بأداء نظام الرقابة على تداول الغذاء وسلامته، وضرورة التزام القطاع الإنتاجي بأفضل الممارسات التنظيمية للأغذية.